إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير إلى العناوين. إسرائيل تقصف مواقع لجيش النظام السوري في الجولان، ونتنياهو يتهم ضابطا إيرانيا بإطلاق الصواريخ على الجليل. لأن القبول بالواقع القائم يؤدي إلى مزيد من الانحدار. نقابات المهن الحرة تدعو لانتظام عمل المؤسسات الدستورية والتصدي للشلل القاتل. حجز عون مقعد رئاسة التيار لصهره جبران باسيل يشعل موجة من الغضب في أوساط الحزب البرتقالي. عبالكم تزوروا إسبانيا؟ هلأ وقتها مع أكرم برنامج بالبنك بيبلوس، صار فيكم تستبدلوا بس 29 ألف كارد مايل بتيكت على إسبانيا. البلاد في حال انعدام وزن واضحة في ضوء حال الشلل المستمرة التي تعيشها المؤسسات الدستورية، فيما الأفق المسدود يؤشر إلى أخطار كبرى على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما دفع نقابات المهن الحرة ونقابة المحامين اليوم إلى دق ناقوس الخطر بعدما سبقتها إليه الهيئات الاقتصادية. اللقاء الموسع للنقابات المهنية والذي انعقد في نقابة المهندسين انتهى إلى الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية والاتحادات العمالية والقوى الحية في المجتمع المدني إلى تحركات واسعة ورفع الصوت بهدف وضع الأمور في نصابها والخلاص من الواقع المزري الذي يعيشه المواطن اللبناني. في المقابل فإن المعلومات المستقاة من عدد من الوزراء تقاطعت عند التأكيد بأن مجلس الوزراء سيعود لعقد جلساته الأسبوع المقبل، وسط تشديد على أن الملفات العالقة والمطروحة لا تحتمل التسويف، خصوصا ملف النفايات ورواتب الموظفين. داخليا أيضا احتلت التسوية داخل التيار العوني من دون اللجوء إلى إجراء انتخابات احتلت حيزا بارزا من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شهدت سجالات وصلت إلى حد تمزيق بعض المنتسبين بطاقات عضويتهم في التيار. إقليميا تواصلت الغارات الإسرائيلية على الجولان موقعة عددا من القتلى والجرحى ردا على سقوط صواريخ في الجليل في الداخل الفلسطيني المحتل. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو برر تصعيد قواته في هضبة الجولان بأن ضابطا إيرانيا يقف وراء إطلاق الصواريخ، بعدما كانت إسرائيل قد اتهمت الجهاد الإسلامي بإطلاق تلك الصواريخ، الأمر الذي نفته الحركة. سقوط القذائف الأربعة على الجليل حرك اتهامات إسرائيل لإيران بتصعيد العمليات الإرهابية في الجولان، إذ حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفها بالدول الحاضنة لإيران بضرورة الانتباه أن ضابطا إيرانيا هو من خطط لعملية إطلاق صواريخ من سوريا نحو إسرائيل. وترافق الموقف مع إرسال القوات الإسرائيلية مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى منطقة خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل. في المقابل أقر النظام السوري بتعرض أحد مواقعه في هضبة الجولان لقصف إسرائيلي أسفر عن مقتل جندي وجرح 7، إلا أن الناطق باسم القوات الإسرائيلية أعلن أن الطائرات الحربية استهدفت داخل منطقة سورية تخضع لسيطرة النظام مركبة كانت تقل الخلية التي أطلقت الصواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل. على صعيد متصل أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان شن إسرائيل غارات جديدة، مشيرا إلى أن بين القتلى 5 عنصرين من قوات الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام السوري. ويأتي الهجوم بعد يوم من ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع للجيش السوري في المنطقة الحدودية ردا على ما تصفه إسرائيل بأنه إطلاق نشطاء فلسطينيين تدعمهم إيران بصواريخ من سوريا. وفي ردها على هذه الاتهامات نفت حركة الجهاد الإسلامي تنفيذها أي عملية في الأراضي المحتلة. أحيا السوريون اليوم الذكرى الثانية للمجزرة الكيميائية للنظام في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع أخبار عن هدم تنظيم داعش ديرا في بلدة القريتين في حمص ونقل عشرات المسيحيين المخطوفين إلى مواقع له في الشمال.
في الذكرى الثانية لمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية لدمشق والتي راح ضحيتها المئات، اتهم الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية المجتمع الدولي بالتقاعس في حماية السوريين من هجمات النظام، وجدد مطالبة مجلس الأمن بمحاسبة المجرمين وضرورة إيقاف نظام الأسد عن ارتكابه المجازر التي لا تزال مستمرة يوميا في المدن السورية. في المقابل باشر ناشطون سوريون حملة أطلقوا عليها اسم نريد سماء صافية في ظل تزايد إلقاء النظام لبراميل الموت، وأطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج دعوا فيه لأن تعود سماء سوريا صافية. ميدانيا ارتفعت محصلة قتل القصف العشوائي في ريف حلب الشمالي إلى أكثر من 20 وجرح العشرات في مدينة الباب وشارع زمزم وأحياء سكنية عدة في المدينة، وحاولت فرق الإنقاذ إخراج عدد من العائلات العالقة تحت الأنقاض. وكانت غرفة عمليات فتح حلب أعلنت سيطرة المعارضة على مبنى الإطفائية في حي الصخور وعلى أبنية في حي تجميل سليمان الحلبي، مع استمرار تقدم فصائل المعارضة في قرية الوحشية ومحيطها على حساب تنظيم داعش. وفي الزبداني بريف دمشق أفاد ناشدون بأن 4 عناصر من حزب الله قتلوا في اشتباكات في المدينة. أما في الوسط السوري فذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش هدم ديرا في بلدة القريتين الاستراتيجية في حمص ونقل عشرات المسيحيين المخطوفين إلى موقع قرب معقله. أما في درعا فتواصلت عاصفة الجنوب مع استهداف المربع الأمني تمهيدا لاقتحامه، وسط تأكيد أن نحو أكثر من 75% من الخطوط الدفاعية والمراكز الأمنية التابعة لقوات الأسد قد دمرت. اعتبر الرئيس سعد الحريري أن قيام تنظيم داعش بتدمير دير ماريليان في ريف حمص عمل دنيء يضاف إلى سجل التنظيم الإجرامي، ودان في تغريدات على حسابه عبر تويتر هذه الجريمة لأنها اعتداء صارخ على أنبل القيم التي ترعى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين. وشدد الحريري على أن جرائم داعش وجرائم بشار بحق الأبرياء وجهان لمشروع واحد عنوانه تدمير سوريا. ذكرت مصادر أمنية أن العنصر في حزب الله حسين محمود جابر من بلدة يانوح الجنوبية قتل في المعارك الدائرة في الزبداني، مما يرفع عدد قتلى حزب الله إلى 5 خلال 24 ساعة، هم إضافة إلى جابر محمد جوداد جمعة من بلدة زبدين قضاء النبطي، وسليمان حسن جعفر من بلدة القصر البقاعية، وعلي خضر الوز من بلدة سرعين البقاعية، وميثم العابق من بلدة اللبوة في البقاع أيضا. وفي بلدة تول قرب النبطي شيع حزب الله أحد قادته محمد باقر غريب الذي كان قد قتل في سوريا. تلويح العماد ميشيل عون بالتسوية في انتخابات التيار الوطني الحر لحجز مقعد دائم لصهره جبران باسيل في رئاسة التيار أشعل آراء غاضبة في أوساط الحزب البرتقالي. تقرير سلمان العنداري. أنا ضمنتكم صحيح، بس بتمنى قريبا تكونوا انتم ضمانة بعضكم وضمانة استمرار التيار. قريبا سيتسلم الوزير جبران باسيل قيادة التيار البرتقالي لانتخابات انها التسوية التي ابرمها العماد ميشيل عون. اجواء فجرت اراء معارضة داخل التيار الوطني الحر، فمباركة الجنرال للصهر لم تلقى تجاوبا لدى فئة كبيرة من المناصرين، فالانتخابات هذه طرحت العديد من الأسئلة عن تحول التيار الوطني الحر من حزب ديمقراطي إلى وراثي يضعه في صفوف الأحزاب التقليدية. فرد عون لصهره في الانتخابات حوله إلى نجم كاريكاتوري في الصحف في بيروت التي عكست واقع الحال في التيار الوطني الحر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي صور لبطاقات ممزقة ولانسحابات وتلويح باستقالات جماعية ولمواقف شاجبة لديمقراطية زائفة على حد وصف المستخدمين. وعلى صفحة الإصلاح البرتقالي أورنج ريفورم على صفحة فيسبوك ردود فعل غاضبة على التصرف العوني وغضب كبير من السياسات التي ينتهجها عون لحجز مقعد لصهره، والتعليقات خير دليل على ذلك. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الأمين العام السابق للتيار في فرنسا فارس يوسف لويس ترشحه لمنصب رئيس الحزب بعد انسحاب النائب ألان عون، ما يدل على حجم الاعتراض الكبير داخل التيار. ما منعطل إلا شيء سيء، كل شيء منيح نحن منعمل. باب الترشيحات سيقفل في 27 من الجاري، لكن التسوية التي أطلق نفيرها الجنرال ميشيل عون يبدو أنها أبرمت، إلا أنها ستصيب التيار بشظايا كبيرة وبشروخ أكبر ستؤثر حتما على مستقبل الحزب.
لقاء موسع لنقابات المهن الحرة في نقابة المهندسين تحت عنوان معا لوقف الانهيار وتشديد على ضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتحقيق المطالب ومكافحة الفساد والشلل القاتل. تحت عنوان معا لوقف الانهيار عقدت نقابات المهن الحرة ونقابة المحامين لقاء موسعا للنقابات المهنية لإطلاق صرخة بوجه السلطة القائمة والدولة الغائبة. الكلمات أكدت أن الوضع القائم ينظر بانفجار معيشي كبير بعد أن صم المسؤولون آذانهم عن الأوجاع التي يئن بسببها المواطن اللبناني، فأصبح من الضروري إعلان حال طوارئ حقيقية لمعالجة ما آلت إليه الأمور. نجتمع اليوم بعدما صبرنا وصبرنا وصبرنا وأدخل البلد في التعطيل الكامل وتحول إلى ضرر وأذى كاملين دون القدرة على معالجة الأمور والملفات، كل الملفات من الرئاسة الأولى إلى غياب المؤسسات الدستورية وتعطيل المجلس النيابي، فالشلل اللاحق بالحكومة وانتشار الفساد في المؤسسات والإدارات وما يعكسه من مردود وأعباء على الوطن في قطاعاته ومؤسساته وعلى المواطن على مختلف المستويات. من هنا أدعو كنقيب للمحامين إلى أن تتحول دولتنا من دولة النفايات إلى دولة الصحة والبيئة، من دولة التأجيل إلى دولة احترام الآجال والمهل وقواعد الديمقراطية وتداول السلطة، من دولة الضرر إلى دولة رفع الضرر، من دولة الانهيار إلى دولة الإنقاذ. لقد قتلوا فينا الأمل وأحيوا فينا الخوف والقلق الدائم على مصيرنا وعلى مصير مستقبل أجيالنا الطالعة، كل ذلك بسبب التعنت والصلافة والأنانية والارتهان، كل ذلك من أجل الكسب والسلطة، من أجل مجد باطل في هذه الدنيا الفانية. كما كانت كلمات لعدد من النقباء طالبت بتحرك شامل من أجل تصويب الخلل وإعادة الأمور إلى انتظامها قبل سقوط الهيكل على من فيه في وجه هذه الحال التي تنظر باهتراء شديد للدولة ومؤسساتها. وقد خرج المجتمعون بسلسلة توصيات طالبت بإنهاء الشغول الرئاسي، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه ينظر بانهيار اقتصادي وزيادة نسبة الفلتان. كما تم تأليف لجنة فرعية لوضع الدراسات اللازمة وتقديم اقتراحات حلول للأزمات القائمة. تقدمت نقابة المحامين في طرابلس بشكوى أمام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحق كل من هو شريك ومساهم في إدخال النفايات إلى المدينة. لأن طرابلس ليست مكبا ولا يمكن تحويل شوارعها وساحاتها إلى مساحات تملؤها النفايات، تدعت نقابة المحامين في طرابلس إلى اجتماع حضره رئيس غرفة التجارة والصناعة في الشمال توفيق دبوسي وممثلون نقابات المهن الحرة في الشمال. وتساءل خلاله نقيب محامي طرابلس فهد المقدم ماذا تنتظر الدولة كي تتحرك لتمنع الأضرار بصحة المواطن وتتخذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لمنع تكرار جريمة رمي النفايات في طرابلس تحت جنح الظلام. فمشكلة النفايات هي مشكلة كل لبنان، ولا يمكن لطرابلس أن تتحملها، إذ يكفيها ما تعاني من مشاكل على الصعيد كافة. إن نقابة المحامين في طرابلس قد تقدمت بشكوى أمام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحق من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا بالجرائم المنصوص والمعاقب عليها وفق القوانين، طالبة محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن إدخال النفايات إلى طرابلس. وختم المقدم أنها صرخة من أجل طرابلس والشمال ووقفة مع الدولة من أجل عمل منتج واهتمام بالشمال وحل مشكلة النفايات. اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط أن غالبية الأحزاب السياسية ومعها القيادات في لبنان قد أفلست، ولذلك فأن حركة الاعتراض التي قام بها الشباب في وسط بيروت شرعية ومحقة.
وأضاف جملاط عبر تويتر إن ما أسماها الطريقة الهمجية التي استعملت بحق هؤلاء الشباب من ضرب وخراطيم مياه مرفوضة ومدانة، لافتا إلى أنهم أحرار في التعبير عن رأيهم عن أحوال البلاد والنفايات السياسية مثل الأحزاب والشخصيات والفعاليات، خاتما مستهزئا: من النفايات وإلى النفايات نعود. تسبب حرق النفايات في المكلس باندلاع النيران في موقف للسيارات وقضى على تويوتا إيكو طراز 2005 تملكها المواطنة رانيا هاني بالإضافة إلى أحد القوارب، فيما تمكن آخرون من سحب سياراتهم. وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي كاد يمتد إلى مولد كهرباء ويهدد المنازل. في النشرة بعد الفاصل: قهوجي وإبراهيم في السراي الحكومي. تحرك في الذكرى الثانية لتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. إسرائيل تقصف مواقع لجيش النظام السوري في الجولان، ونتنياهو يتهم ضابطا إيرانيا بإطلاق الصواريخ على الجليل. نقابات المهن الحرة تدعو لانتظام عمل المؤسسات الدستورية والتصدي للشلل القاتل. حجز عون مقعد رئاسة التيار للصهر جبران باسيل يشعل موجة من الغضب في أوساط الحزب البرتقالي. التقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث تم عرضه للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد. كذلك التقى سلام مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، وعصرا استقبل سلام قائد الجيش العماد جون قهوجي، وتناول البحث التطورات الأمنية في البلاد. وقدم قهوجي إلى سلام ورقة 50,000 ليرة لبنانية التي كان قد أصدرها مصرف لبنان لمناسبة عيد الجيش في الأول من آب. أكد النائب إبراهيم كنعان أن موقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واضح من جهة ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب تحت إطار تشريع الضرورة، باعتبار أن الشعور الرئاسي يحتم علينا التعاطي مع التشريع بشكل استثنائي. وفي الشأن الحكومي أكد كنعان عقب اجتماع مع رئيس القوات سمير جعجع في معراب أن الإشكال الحاصل هو حول جدول الأعمال، لكن لا أحد يريد التعطيل. لقاء معراب الذي حضره مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في الحزب ملحم رياشي بحث مسائل مشتركة بين القوات والتيار الوطني الحر، فجاءت مطالبة الطرفين باحترام صلاحيات رئيس الجمهورية. دعا وزير الزراعة أكرم الشيب القوى السياسية إلى وقفة ضمير ووقف ممارسة هواية التعطيل. كلام شيب جاء خلال تمثيله النائب جملاط في حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء عين عنوب بدعوة من الحزب التقدمي الاشتراكي. أعلن وزير الأشغال غازي زعيتر خلال مؤتمر صحفي عن سلامة الطيران المدني خطة عمل لتحسين وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي في ضوء غياب الهيئة الناظمة للمطار والشواغر في المواقع القيادية والخبراء. لل 2002 في قانون لتشكيل الهيئة الوطنية لإدارة الطيران المدني، ولكن إلى تاريخه نحن بدأنا منذ 5 أشهر مع وزارة التنمية الإدارية مع مجلس الخدمة المدنية لتشكيل هذه الهيئة. في هذه الظروف في هذه الأيام نحن نعمل بالإدارة الموجودة حاليا اللي فيها شواغر بالمواقع الإدارية الأساسية بشكل كبير، بحيث أيضا أنه مش مسموح لنا هلأ نطلب توظيف أو نعين في طيران المدني. في تقصير عم بيحصل إن كان من الشركات الملتزمة، وفي بعض الشركات انتهت عقودة من 2010 ولم تزل مستمرة بممارسة أعمالها، خاصة شركة يعني تنظيف المطار وتوفير كل يعني سلامة التجهيزات وتأمين التجهيزات الأخرى. يعني هذه العقود ومتابعتها يعني ما عم يكون في جدية بهذه المتابعة. أيضا موضوع تحديث التجهيزات المطلوبة. من هون نحن لقينا أنه تفعيل هذا العمل الإداري والفني بيتطلب مني يمكن بعض التغييرات والتعديلات في ربما في المواقع الإدارية، ربما في تحديث أساليب العمل.
غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنهي الاستماع إلى إفادة خبير الاتصالات البريطاني جون إدوارد فيليبس على أن يبدأ الاستجواب المضاد يوم الاثنين المقبل. التقرير لرشا الحلبي. أنهت غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادة خبير الاتصالات البريطاني جون إدوارد فيليبس الذي قدم شرحا فنيا للخلايا الخلية في لبنان وبعض مواقعها في بيروت وخارجها لتوضيح النمط الذي استعمله في تحليل الشرائح في البيانات المتعلقة بالاتصالات الخلية المجراة وارتباطها بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وفي شرحه تناول الشاهد فيليبس الحركة المتشابهة للشبكتين الخضراء والحمراء مرجحا أن يكون الشخص نفسه هو الذي يستخدم الهاتفين. ثم تطرق الشاهد بعدها إلى التلقي الجغرافي للهاتفين الأخضر رقم 023 المنسوب إلى مصطفى بدر الدين والهاتف الأخضر رقم 300 المنسوب إلى سليم عياش وكلاهما بشبكة ألفا. أما عن التنقلات المشتركة لعدة هواتف تعمل على شبكات مختلفة التي نسبها الادعاء جميعها إلى بدر الدين فقد أظهرت الاتصالات التي جرت منتصف ليل 18-19 كانون الثاني ما بين جوني وغزير أهمية تلك المنطقة بالنسبة للادعاء الذي أشار إلى موقع منزل لبدر الدين هناك. القادر سيد بوفوس أيمكنك أن تخبرنا ما أهمية هذه المنطقة بالنسبة لقضية الادعاء ولماذا تم اختيارها هنا؟ السيد بوفوس A residence attributed to Mustafa Badreddin. هنا منزل ينسب إلى السيد بدر الدين في تلك المنطقة. هذه خلية مهمة بالنسبة لقضية الإداء فيما يتعرض لمنزل السيد بدر الدين. طبعا يمكن أو سوف تستمع المحكمة إلى إفادات عن هذا الموضوع بما يقدم تفاصيل أكثر. الشاهد تحدث عن فك الارتباط بالهاتف معطيا أمثلة عن طرق استخدام الهاتف لتحديد هوية المشترك مع الإشارة إلى استناد الادعاء إلى ما يسمى بمقتطف من الذاكرة الداخلية. وبعد عرض الشاهد لكيفية استخدام شخص واحد لعدة هواتف خليوية مع التركيز على الهواتف الجرمية أي هواتف المهمة التي تقتصر مهمتها على التخطيط للجريمة وصف الادعاء الهواتف الخضراء والزرقاء كهواتف المهام كما وصفها في قرار الاتهام. كما كان تحليل لتفاعل الهواتف الخاصة بالمهمة مع الجريمة ومدى ارتباطها بها. وفي الختام تم رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل حيث سيبدأ الدفاع الاستجواب المضاد للشاهد فيليبس والذي من المتوقع أن ينتهي بحلول يوم الأربعاء على أن تتم قراءة بعض الملخصات يوم الخميس. في طرابلس اعتصام في باحة مسجد التقوى لمناسبة مرور سنتين على جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام. لمناسبة مرور سنتين على تفجير مسجدي التقوى والسلام نفذ مصلون اعتصاما في باحة مسجد التقوى في طرابلس بمشاركة رئيس هيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ أحمد العمري إمامي مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي ومسجد السلام الشيخ بلال بارودي وبحضور النائب خالد الظاهر. وقد قدم الشيخ علي طه الخطبة ثم ألقى الشيخ سالم الرافعي كلمة أكد فيها أن سياسة إيران وحلفائها في المنطقة تضر بلبنان وسيادته داعيا الجميع إلى الوعي وتطبيق القوانين. بدوره أكد الشيخ بلال بارودي أن لا مساومة على دماء الأبرياء الذين سقطوا ضحية التفجير الإرهابي حيث أرادوا أن يوقعوا بين أهل طرابلس والجيش في وقت تحلى شبابنا بالصبر ولم ينجروا إلى مواجهة مع الشرعية. وطلب الشيخ زكريا المصري بإطلاق سراح أبناء طرابلس والتعويض عليهم فيما شدد الشيخ أحمد العمري على ضرورة كشف الجنات الذين فجروا المسجدين واعتقالهم وسوقهم إلى العدالة. نفذت مدرسة القوات الخاصة بحضور عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية الكبار وأعضاء فريقي التدريب الأمريكي والبريطاني نفذت مناورة قتالية لدورة متدربة من الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة شاركت فيها وحدات من لواء المشاة الثاني وفوج الحدود البرية الثاني وفوج المدرعات الأول والقوات الجوية والبحرية وذلك في مجال القضاء على مجموعة إرهابية متحصنة في الأماكن المبنية ودهم سفينة مشبوهة في عرض البحر. واستخدمت خلال المناورة رمايات بالمدفعية والدبابات والطوافات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عيارات مختلفة. بعد الفاصل تتابعون.
رسوم أول سفينة تجارية في ميناء عدن بعد تحرير المدينة. وتحذيرات عراقية من هجمات لتنظيم داعش وسط التظاهرات. أهلا بكم من جديد. رست أول سفينة تجارية في ميناء عدن بعد إعادة تشغيله في وقت كثف التحالف العربي من غاراته على تجمعات الحوثي وصالح في محيط تعز. للمرة الأولى عقب إعادة تشغيل ميناء عدن بعد استعادة السيطرة عليه وطرد الحوثيين وأنصار المخلوع صالح، رست في الميناء أول سفينة تجارية وصلت من ميناء جدة. السفينة فينوس محملة ب 350 حاوية من مختلف المنتجات التي طلبها تجار هذه المدينة الكبيرة في جنوب اليمن، وسيساعد إعادة تشغيل المرفأ على إعادة الحياة إلى المدينة ومحافظات الجنوب المحررة. يأتي ذلك في وقت تستمر المقاومة الشعبية بالتقدم على جبهة تعز مدعومة بطيران التحالف العربي الذي أغار على مواقع الانقلابيين في ميناء المخاء غربي تعز وعلى تجمعات الميليشيات داخل قصر الشعب، كما استهدف معسكر قوات الأمن الخاصة ومعسكري اللواء 22 واللواء 35. فقدان الميليشيات السيطرة على المراكز والمنشآت الحيوية في تعز ردت عليه بارتكاب مجازر مروعة في حق المدنيين عبر قصفها الأحياء السكنية خصوصا حي عسافرة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون. في المقابل صدت المقاومة هجمات عدة للانقلابيين في إب ولحج، فيما أغار طيران التحالف على مواقع الحوثيين بمدينة إب وعلى معاقلهم في قاعدة الديلم الجوية والمعهد الجوي في صنعاء، تمهيدا لعملية السهم الذهبي لتحرير العاصمة من الميليشيات الحوثية. حذر المرجع الديني علي السيستاني من خطر تقسيم العراق في حال لم تمضي الحكومة بعملية الإصلاح ومحاربة الفساد. وكانت السلطات الأمنية تلقت سلسلة تحذيرات بوجوب التنبه لاحتمال استغلال داعش التظاهرات ضد الفساد لتجديد هجماته الإرهابية. تتوالى التحذيرات من ارتفاع منسوب الخطر في العراق في ظل تفاقم الحوادث السياسية والأمنية. الخبير بالجماعات المسلحة هشام الهاشمي حذر من استغلال داعش انشغال القادة العراقيين بالتظاهرات الداخلية الحالية ضد الفساد لتجديد هجماته ضد القوات الحكومية في أماكن ربما تكون هشة، كما حصل حين استغل التنظيم المتطرف فتور المعارك في صلاح الدين. بدوره حذر المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني من خطر تقسيم العراق ما لم تمضي حكومة حيدر العبادي في تنفيذ إصلاح حقيقي لمكافحة الفساد في البلاد. وحمل السيستاني السياسيين الذين تبوأوا مقاليد الحكم في البلاد منذ العام 2003 مسؤولية الأوضاع الراهنة، معتبرا أن الفساد كان من العوامل التي أسهمت في سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق. ميدانيا تشهد الجبهات العسكرية في محافظتي صلاح الدين والأنبار تقدما للقوات الأمنية في وقت يتهيأ الجميع لساعة الصفر لاقتحام معاقل داعش في مدينتي الفلوجة والرمادي، وفيما تحاصر القوات الأمنية شتى المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي في هاتين المحافظتين، تمكن الجيش العراقي من قطع طرق الإمدادات الخاصة بداعش من الموصل عبر صلاح الدين إلى محافظة الأنبار. خلية الإعلام الحربي أعلنت بدورها عن مقتل أكثر من 40 عنصرا من داعش وتدمير مستودعات للأسلحة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين في مواجهات وقصف جوي للطيران العراقي والتحالف الدولي، ولا سيما في مناطق البعيثة والمضيق وحصيبة الشرقية. في بيروت إطلاق اللوبي الاقتصادي العالمي لدعم التجارة والصناعة والاستثمار. من قصر اليونسكو في بيروت جرى إطلاق اللوبي الاقتصادي العالمي لدعم التجارة والصناعة والاستثمار، وذلك في خلال حفل حضره ممثلون عن شخصيات سياسية وحزبية وعسكرية ودينية ونقابية، وعن السلك الدبلوماسي والملحقين الاقتصاديين وغرف التجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال. رئيس مجلس الأعمال اللبناني الصيني ومؤسس اللوبي الاقتصادي العالمي دكتور عادل المصري قال إن الهدف من الخطوة الأولى اليوم هو العمل على تحسين الاقتصاد وإطلاق اللوبي الاقتصادي العالمي والبدء بالعمل به فعليا. من جهتها قالت نائب رئيس مجلس الأعمال اللبناني الصيني واحد مؤسسي اللوبي الاقتصادي العالمي عبير فرح إن حوالي 1200 عضو منتسب من كافة الدول العربية.
هذا وسيبدأ اللوبي العمل بشكل أوسع وسيجمع كافة الشركات وسيضيء على كافة الدول التي ترغب في دعم التبادل التجاري مع أي دولة أخرى. وسيطلق اللوبي الاقتصادي العالمي كتيبا خاصا تحت اسم كتاب اللوبي الاقتصادي العالمي الذي سيكون منبرا لكل الشركات والمصانع والسفارات والدول التي ترغب بأن تعمل معها. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية نتابعها مع ريما نجار. مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع تراجع أسعار النفط بالتعاملات الأسيوية بعد ما تأثرت بتراجع أسواق الأسهم العالمية والانكماش القوي بنشاط المصانع بالصين لينخفض بأسرع وتيرة من نحو 6.5 سنوات مع تراجع الطلب المحلي والخارجي. وبالأرقام انخفض الخام الأمريكي لأدنى مستوى ب6.5 سنوات ل40.21 دولار للبرميل بالجلسة السابقة. شو عم بيصير بالنفط أو بالأحرى شو ممكن يصير بالفترة المقبلة مع هبوط الأسهم الأسيوية بالتعاملات صباحية وهبوط الأسهم بول ستريت وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو العالمي رح يبقى الطلب على النفط خفيف حتى إشعار آخر. ومننتقل لتوسع النشاط التجاري لمنطقة اليورو بآب مدعومة بشكل أساسي بالحركة بألمانيا بعد صدور مؤشر إدارة المشتريات اللي سجلت 54.1 هالشهر بإشارة إلى نمو النشاط الاقتصادي بمعدل سريع مقارنة مع الشهر اللي قبله اللي سجل 53.9. هون بحب شير لأنه سرعة النمو بشهر آب هي الأسرع بالسنوات الأخيرة. ومننهي مع خبرين سريعين. الأول مع HP اللي أعلنت عن انخفاض الأرباح والإيرادات مع تراجع مبيعات البي سي بفترة 3 أشهر المنتهية ب 31 تموز. انخفض صافي الدخل ل 854 مليون دولار من 985 مليون دولار بنفس الفترة من السنة الماضية. بحب أذكر أنه بوقت لاحق من السنة من المقرر تنقسم HP لقسمين للفصل ما بين الكمبيوترز والبرينترز والعمليات الخدماتية أو السيرفرز. هالمشروع هو جزء من إعادة هيكلة جذرية اللي أدى بالتالي لتخفيض عشرات الألوف من الوظائف بالسنوات الأخيرة. وبنهي مع خبر أخير بتعلق بالهواتف الذكية. فقد كشفت غارتنر للأبحاث أن مبيعات الهواتف الذكية بالعالم سجلت خلال الربع الثاني من هالسنة نمو بنسبة 13.5% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014 وبلغت حصة أبل 14% وسامسونج 22%. هيدي أخبارنا لليوم. شوفكم نهار التنين. ونصل إلى صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس صيف حار ورطب على السواحل عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد فقرة صورة وشمسية. بعد عنا أسبوع واحد قبل ما نودع موضوعنا لهالشهر فبعتوا لنا صوركم تتربحوا معنا جايزة. من بعد فقرة صورة وشمسية منروح هلا على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. جولتنا بتبلش مع القاهرة 37 31 بتونس 25 درجة بالرباط 46 ببغداد 34 بدمشق 31 درجة بالقدس والختام مع الكويت 49 الدوحة 43 والرياض 45 درجة. نوصل هلأ على طقس لبنان. بكرة الجو العام المتوقع أنه يكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وعم بيكون في عنا استقرار بدرجات الحرارة. على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها لل 33 درجة أما أدناها لل 22 درجة. الرطوبة عم بتسجل أقصاها 85% أما سرعة رياحها بتوصل لل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم توصل أقصاها لل 29 درجة أما بالداخل عم بتتراوح بين ال 17 وال 38 درجة. جولتنا اللي بتاخدنا من الشمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا من الشمال مع كار 31 طرابلس 32 27 بالقرس 33 درجة بالكورة 35 بالهرمل 33 بالقاع 29 ببعلبك 28 درجة برياق. بالمناطق اللبنانية منوصل عجبال 31 28 بميروبة 33 درجة بجوني وببعبدة. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 33 درجة وطقسها عم بيكون غائم جزئيا. منكمل بالمناطق اللبنانية عزحلة 37 36 بشتورة وبعنجر 32 درجة بمشغرة. نوصل على جزين 32 رشية 29 32 بمرجعيون 31 درجة ببنت جبال والختام
عم بيكون مع بيت الدين 28، اما المناطق الجنوبيه صيدا سور وقانا و 32 درجه. مثل ما ذكرنا لبكره عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحراره. اما بكره الحراره عم توصل اقصاها ل 33 درجه، اما ادناها لل 25 درجه. عم بيكون في عنا انخفاض درجه واحده لنهار الاحد تتوصل ل 32 درجه، ومكمل انخفاض لنهار الاثنين والحراره عم تسجل اقصاها 30 درجه مع طقس صافي ومشمس. بمنطقة الأرز الحرارة تتراوح بين ال 14 وال 27 درجة، ومثل ما ذكرنا عم بيكون في عنا ضباب على المرتفعات. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، بعتونا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكن المفضل لقونا على طول على المستقبل. في دي ان اي بعد هذه النشرة، يتناول نديم قطيش كيفية تعاطي إعلامي ومعلقي الممانعة مع الغارات الإسرائيلية على سوريا. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. إسرائيل تقصف مواقع لجيش النظام السوري في الجولان، ونتنياهو يتهم ضابطا إيرانيا بإطلاق الصواريخ على الجليل. لأن القبول بالواقع القائم يؤدي إلى مزيد من الانحدار. نقابات المهن الحرة تدعو لانتظام عمل المؤسسات الدستورية والتصدي للشلل القاتل. حجز عون مقعد رئاسة التيار لصهره جبران باسيل يشعل موجة من الغضب في أوساط الحزب البرتقالي. لكم من ماهر ومني أطيب التحيات، شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء. عذرا بيني.